تتجه وزارة الداخلية إلى إحداث العديد من التغييرات على القوانين المنظمة للجماعات المحلية قبل الانتخابات المزمع إجراؤها الأشهر المقبلة. أين ستكون الخطوة الأولى؟ استحداث قانون للجماعات الإقليمية بهدف إعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين في عملية التسيير، وهي الخطوة التي تراها بعض التشكيلات السياسية بمثابة فرصة للتصحيح. أعتقد بأن الداخلية أحست بتعطل حقيقي في ملفات التنمية بسبب هذا التعسف الذي تقوم به الإدارة، وأعتقد أن هذا سيجعل من القانون القادم فرصة للتصحيح. ولكن نقول بأن التصحيح إذا كان تدير الإدارة اللي مكوناتها هي مكونات الولاية والدائرة ومكونات وزارة الداخلية دون أن تشرك المنتخبين في الحوار حول هذا القانون، سوف لن يكون القانون مجدي. الانتخابات المحلية المقبلة وبعد تجربة التشريعيات، تتجه الداخلية أيضا إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية قصد تدارك بعض النقائص. لابد من المشاريع لزيادة إعادة المنظومة القانونية في هذا المجال من خلال إحداثه لهيئة خاصة برقابة تمويل الحملة السياسية أسوة بالدول المقارنة كفرنسا والمغرب، بالإضافة إلى ذلك عليه الارتقاء بالجزاءات المقارنة على عدم صحة حسابات الحملة الانتخابية. الرهانات المقبلة والتي تعول الحكومة على المنتخبين المحليين في تجسيدها، خاصة إعادة بعث التنمية المحلية وفق رؤية اقتصادية جديدة.